من قطاع الناشئين المقاولين لقطاع الناشئين في احد الانديه في هولندا. سؤالين: ايه الفرق بين التجربه دي والتجربه دي كقطاع ناشئين كلاعب وهنا قطاع ناشئين كمسؤول، وبين الموهبه نفسها بين قطاعاتنا احنا في مصر وبره مصر؟ يعني الفرق بين قطاع الناشئين في مصر وهولندا كاداره ده اول سؤال. كبير، فرق كبير. كبير ليه؟ كبير هناك ان هم اتحاد الكوره عنده قدرات كثيره جدا في اتحاد الكوره بتتابع قطاع الناشئين. تمام. ده مش موجود في مصر. احنا عندنا في مصر ما فيش حاجه اصلا، حاجه اسمها اداره قطاع الناشئين في مصر، ان هو يبقى فيها ناس، فيها سكاوتس بيشوفوا اللعيبه، فيها ناس مسؤولين ان ازاي اللعيب ده يتطور، يعمل له بروجرام للسن الخاص بيه. مثلا لو انت عندك 8 سنين تبقى انت كلاعب عارف بالظبط انا بتدرب ليه وايه الهدف من التدريب وايه المطلوب مني. في مصر خطه كامله ده مش موجود في مصر. ما نعرفش. هل انا نفسي اعرف، اسالك انت سؤال، انت جيت كده في مره قبل بدايه السيزون قلت اتحاد الكوره بينزل كل فرقه ايه المطلوب منها وكل سنه ايه المطلوب منه؟ لا، ما حصلش. فدي فروقات كلها، مسائل صغيره جدا عامله ان مفيش بالانس بقى دلوقتي بين مصر وهولندا. ما ينفعش تقارن. تمام. لان فرق كبير. الفاسيلتي في مصر، انا شايف فاسيلتي في مصر بدات تتحسن جدا، في بنيه تحتيه بتتعمل بشكل كبير جدا، بس طبعا هناك عندهم ملاعب كبيره جدا، عندهم كل 20 كيلو متر لازم يبقى فيه ملعبين او ناديين. فتخيل ان هولندا فيها 3000 نادي في 16 مليون شخص، واللي بيمارس كره القدم جزء كبير جدا من العدد ده. فتلاقي ان دايما عندنا في فروقات كبيره جدا. عندك انت اوريدي الفاسيلتي موجوده، عندك السيستم موجود، عندك الاستثمار في الكوره بشكل كبير موجود. هنا في مصر الموضوع اقل شويه. كمان انا شايف ان هنا الولاد فعلا مضغوطين في الكوره، يعني الولد بيتمرن لازم يعني بيسافر من مكان لمكان كبير جدا عشان يلعب كوره. هناك في هولندا ممنوع، انت ما ينفعش تروح قبل سن معين، قبل سن 14 سنه من مكان ل 80 كيلو بعيد عن بيتك. ده ما ينفعش. النادي كمان بيجبر ان انا مش عاوز لعيبه بره المنطقه او بره المحافظه دي. ففي تفاصيل كتير يا احمد جدا احنا ناقصانا في مصر. ده بالنسبه للاداره. على مستوى الموهبه ايه الفرق؟ هل مصر فيها مواهب بالفعل زي بره، او ايه الفرق بين الموهبه هنا والموهبه هنا؟ خلينا نتفق ان الموهبه في كل حته. تمام. الموهبه في مصر، في اي بلد في العالم دايما الموهبه موجوده في اي بلد. اللي بيفرق ان موهبه عن موهبه تبان انك انت فعلا بتشوف الولد ده، بتعرف يعني تشوف هو فين اللعيب، فين الموهبه، الموهبه دي موجوده فين، نعرف نكتشفها فين. ان احنا في مصر عندنا لعيبه زي بره او لا، هقول لك ان في لعيبه كواليتي بتاعتها كويسه جدا، لعيبه امكانياتهم هايله، بس في الاخر هو مش عارف ايه المطلوب منه. فاهم؟ مش عارف ايه اللعيب، مش عارف. يعني انا في ناس كتير بتقعد تكلمني: يا كابتن كلم ابني اساله النبي هو ناقصه ايه، محتاج ايه، نقدر. فده تخيل بقى ان السؤال ده اللعيب ما يجرأش يسال المدرب بتاعه انا ايه اللي ناقصني. تلاقي دايما انت عارف الطريقه والمعامله بتبقى قويه جدا. ففي موهبه، بس انا شايف ان الموهبه في مصر مش واخده حقها ممكن اقول لك بشكل ابسط، يعني انك انت دايما قرب من اللعيب، اساله ايه اللي ناقصك، انت محتاج ايه. فاهم؟ اللعيب هنا بيخاف يقول انا ناقص حاجه، عشان بسبب النواقص اللي فيه دي ان هو بيتكلم بصراحه ممكن يمشي بعد ابدا بالظبط السيزون اللي بعده بالظبط من النادي. فاهم؟ فهي الحته دي هي دي الفوارق يعني.